في 8 من يونيو حزيران عام 1992 كان الدكتور فرج فودة يهم بالخروج من مكتبه بشارع أسماء فهمي بمدينة نصر إحدى ضواحي القاهرة بصحبة ابنه الأصغر وأحد أصدقائه. وفور خروج فرج فودة من المكتب ظهر شابان يركبان دراجة نارية. قام أحدهما بإطلاق الرصاص عليه من بندقية آلية يحملها وانطلق الجناة مسرعين. على الفور أسرع سائق فرج فودة بمطاردة الجناة بالسيارة ونجح في أن يصدم مؤخرة الدراجة النارية التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى وقوع أحد الجناة على الأرض والإمساك به بمساعدة أحد أمناء الشرطة المتواجدين في المكان، فيما هرب المتهم الآخر. أصيب فرج فودة بإصابات بالغة في الكبد والأمعاء، بينما أصيب ابنه أحمد وصديقه إصابات طفيفة. تم نقل فودة بين الحياة والموت إلى مستشفى الميرغان بمصر الجديدة، وحاول الأطباء إنقاذ حياة فرج فودة لمدة تتجاوز 6 ساعات، لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة. يوم اغتياله قبلها بنص ساعة كده اتصل بي، وقبل ما ينزل بقول له هتروح بالحرس بتاعك؟ قال لا مش انا طردته، ونزل اتضرب بالرصاص. ناس كتيرة تستغرب لما تعرف انه فرج فودة اتقتل 1992، واول كتاب نزله 1983، يعني هو قاعد يكتب فقط 9 سنين من عمره. كان بينتقد الحكومات العسكرية، وكان بينتقد فساد المسؤولين، وكان بينتقد مؤسسات رسمية، التلفزيون المصري والأزهر. نزع القناع عن الجميع، عن الجميع. أنا كنت قريت لفرج فودة أكتر من عمل في الوقت دوت، وكان في أكتر من مناسبة قابله فيها بشكل شخصي، وكان لافت نظري جدا إن هو شخص مهدر الدم. الجرايد الرسمية فيه مقالات في الأهرام بشكل واضح كانت بتبارك اغتياله. الجنازة بتاعته كانت فيها عدد معقول نسبيا، لكن كان كل اللي حاضرين فيها كانوا ناس تشعر بيهم إن هم قابلين على الجمر ومغدورين من الجميع. فرج فودة يحمل مشروع، وهذا المشروع كان جريئا في طرحه أكثر مما يجب، أو أكثر من قدرة المجتمع على تحمل هذا المشروع، تمام؟ فطبعا ذهب بعض الشباب وراحوا وقتلوه. الدكتور فرج فودة كاتب ومفكر مصري من مواليد الزرقاء دمياط في 20 من أغسطس/آب عام 1945، أي أنه اغتيل قبل أن يكمل عامه 47. حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1967، ثم على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس في ديسمبر كانون الثاني من عام 1981. وكانت رسالته عن اقتصاديات ترشيد استخدام مياه الري في مصر. أسس فرج فودة الجمعية المصرية للتنوير في شارع أسماء فهمي بمدينة نصر، وهي التي اغتيل أمامها، كما كانت له كتابات في مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار المصريتين، وكتب في مجلتي الهلال والمصور، فضلا عن مقالات متناثرة في الأهرام والأخبار. وقد أثارت كتاباته جدلا واسعا بين المثقفين والمفكرين وشيوخ إسلاميين، فقد كان يرى أن الدولة المدنية
لا شأن لها بالدين. فرج فودة كان على حسب معرفتي إنه كان وهو شاب صغير كان في منظمة الشباب، ده من الجيل اللي شاف 67 قصاد عينه، وده سبب أثر فيه زي كل اللي كانوا موجودين ساعتها، وكل اللي موجود ساعتها اللي اتجهوا اللي بقوا إسلاميين واللي بقوا مصريين. فرج فودة بقى ليبرالي، فهو ما كانش تركيبة مثقف مفكر عايز أفكاره تصل إلى أولي الأمر أو إلى المهتمين الإليت أو النخبة. هو كان مهتم بأن الأفكار ديت تبقى أكثر تغرغلا في الشارع، فهو كان حالة كده من يعني من حالات الرفص والتمرد. والحقيقة أن أهم حاجته هي كتبه أثارت ضجة كبيرة جدا، وكان في إقبال جماهيري يعني عنيف عليها، نتيجة بساطة اللغة، نتيجة خفة الظل، نتيجة مثلا يعني هو لما يتكلم عنهم يقول لك الهاربون من المنبار والساعون إلى البطاطس وراكب الجحيم فين، يعني بيقول بيشكل الجمل فيها قدر عالي من السخرية وخفة الظل، إنها قادرة تضحك الناس وقادرة الناس تتعاطف معها حتى لو هي مختلفة معها يعني. وما اعتقش بقى لا كبير ولا صغير، يعني أي شيخ كان بيحرض على الإرهاب بيعتبره متهم فورا. فرج فودة لم يكن باحثا، كان رجل فرقعات واستفزازات فقط، يعتقد أن الخلافة التي أقامها الإسلام ليست خلافة إسلامية بل هي خلافة عربية قرشية، وينسى أن هذه الخلافة كانت تحكم نصف الكرة الأرضية. هو يأتي بأسوأ أمثلة على الإطلاق في تاريخ الممارسة السلطة السياسية الإسلامية، ويقول يعني لو كان هذا هو النموذج المطلوب إذا نحن نكفر بالدولة الإسلامية. في الوقت الذي كان يرى فيه دولة إسرائيل هي أعظم دولة أحسن دولة وبد أن تكون جزءا من المنظومة العربية وهي باب تكامل وليس باب تضاد وما إلى ذلك. إذا طبقت المعايير طبقها على الجميع. هو كان شايف أن مصر في حاجة للسلام مع إسرائيل عشان خاطر تعمل عملية تحول ديمقراطي، عشان خاطر في حاجة للتحرير الاقتصادي، وبالتالي هو كان بوضوح بيقول أنه ما هوش ضد التطبيع، وكان بالنسبة له شايف ان استخدام إصرار عربي إسرائيلي طول الوقت كمطية لعدم الحديث عن أمور أخرى هو أمر من أعمال الاستبداد. وكانت معركته الأساسية هو مع التيار الإسلامي باعتباره صنو الاستبداد مع الحكم العسكري، وطول الوقت حتى وكان له مقولة شهيرة اسمها ان احنا لو ما فيش قوة ديمقراطية راسخة على الأرض سننتقل ما بين حكم ديني لحكم عسكري ثم الحكم عسكري لحكم ديني لحد ما يبقى فيه القوة دي موجودة. كان شايف أنه واجب الناس في الوقت ده لازم نبتدي نخلق تيار ديمقراطي حقيقي ينتج قيادات وينتج قواعد فكرية تقدر تقوم بالمهمة العمل السياسي عشان ما نوصلش الحكم العسكري أو نوصلش الحكم الدينيين. يعني هو من ناحية تقييم فكر الرجل، فكرة القانون الواضح أن يجب أن الدولة يجب أن تكون وضعية وعلمانية هذا الطرح من ناحية صحيح، لأن مفهوم الدولة القومية الحديثة هي دولة علمانية بالأساس، لكن مصدر التعارض داخل أطروح الدكتور فرج فودة نفسها أن فكرة تحييد الدين بالكلية ده غير موجود. فالرجل كان مثير للجدل حتى وصل لدرجة أنه صدر ضده على الأقل 3 فتاوى بالتكفير. تبين من التحقيقات أن القاتل يدعى عبد الشافي أحمد رمضان من منطقة الزاوية الحمراء ويعمل بائعا للسمك، كما تبين فيما بعد أن الجنات ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية. اعترف المتهم بأنه تلقى تدريبات رياضية عنيفة على يد المتهم محمد إبراهيم، وتمكن من الحصول على الدراجة البخارية من المتهم جلال عزازي، وكان مختبئا مع شريكه الهارب أشرف عبد الرحيم عند المتهمين وليد سعيد وحسن علي محمود، وأن المتهم محمد عبد الرحمن هو الذي قام برصد تحركات الكاتب فرج فودة مع المتهم علي حسن، بينما تم تدبير سلاح الجريمة عن طريق المتهم أبو العلا محمد عبد ربه.
طبعا انا رحت لاخونا عبد الشافي، كنت هربان من امن اللي كان بيدور عليا، فوجدت عبد الشافي حلق لحيته، فبقول له ايه اللي خلاك حلقت لحيتك؟ قال ابدا، ده انا احتمال اخش الجيش، احتمال اروح الجيش. فلقيت كتب فرج فوده كانت اخونا عند اخونا عبد الشافي، فانا كنت ببص لها عادي في الاول وكنت بقرا فيها عادي برضو، لغايه ما عرفت ان هو اصلا، فهو قال لي الوضع ايه يعني، في حاجه كده هنعملها، ويعني هو اوصاني بايه يعني باولاده، يعني الواحد يخلي باله. قلت له طب ايه القصه؟ ما قاليش في الاول، ففي الاخر خلاص هو تعثرت الامور طبعا، هو فحب ان هو كان عايز يجمع مد فلوس عشان خاطر يجيب سلاح ما عرفش. فقلت له، فقال لي، قال ان انا كنت لقيت مع فرد، فبقول له ايه؟ قال انا كنت دوت هعمل بيه عمليه. وهي عرفت بقى القصه طبعا، الحمد لله انا علاقتي مع عبد الشافي كان من قبل كده بكتير خالص، ففي ثقه متبادله فيما بيننا. فقلت له لا طب استنى شويه بقى، انا ممكن اجيب لك طبنجه. فكان يعني طبعا ربنا اوسع علينا في الرزق، فبدل ما اجيب له طبنجه جبت له قلب. الارهاب يبدا فكرا، الفكره دي مؤداها انه من يخالف هؤلاء الناس يبقى كافر. يتلقى هذه الفكرة مواطن جرى تلقينه بهذه الفكرة وصدقها وخلاص، يبقى اللي داس على التريجر ده، اللي داس على الزناد، مش هو القاتل الحقيقي. القاتل الحقيقي هو الفكرة دي. الجماعة الإسلامية بدأت جماعة دعوية، يعني ليس فيها أي عنف على الإطلاق، كانت مهتمة بالدعوة وبذلت جهود كبيرة جدا في الدعوة ومحاربة أي أفكار تخالف الإسلام، وكانت في الحقيقة جماعة واعدة جدا جدا. الجماعة الإسلامية لما بدأت عملها دعوة صرف. وهجيب لك دليل على كده، إن فرج فودة أصلا أنا لما رحت جبت سلاح وجمعت فلوس، أنا أعرف أهل خير هنا عايز فلوس عشان ممكن نعمله نجيب بأي حاجة، بس أتصرف فيه كيف ما شئت، قال أتصرف فيه كيف ما شئت. فأنا بدأت أجمع. فالجماعة لو إسلامية لو كان عندها جيش معدل هذا الأمر في الوقت ده، ما كانت هي كانت أعدتك. الحقيقة أن الجماعة الإسلامية كان مشروعها والاستيلاء على السلطة بالعنف، ما كانش جماعة دعوية، يعني كانت شايفة أنها عايزة تسقط دولة الطاغوت عشان خاطر تؤسس الدولة الإسلامية. ده جناح يميني يصارع على السلطة بأدواته وبطريقته. فموضوع دعوي ده أنا أوكي، ما هو أي على فكرة جماعة برضو حتى لو مش إسلامية ما بتبتدي بدعوة إلى أفكار، بس الأفكار في الآخر بتتبلور عشان أنت عايز إيه. في السبعينيات من القرن الماضي ظهر مصطلح الجماعة الإسلامية للمرة الأولى في مصر، وكانت مظلة تجمع آلاف الطلبة لتقديم الخدمات لزملائهم، لكن بدون هيكل تنظيمي واضح، مع عدم معارضة السلطات لأنشطتها آنذاك، وذلك لمواجهة النشاط الطلابي اليساري. وبعد زيارة الرئيس الأسبق أنور السادات للقدس عام 1977 وعقد معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، ناصبت الجماعة الإسلامية العداء للنظام الحاكم، ما أدى إلى مشاركتها في قتل السادات عام 1981 خلال ذكرى احتفالات حرب أكتوبر. فرج فودة قبل 83 ما كانش ليه الحضور السياسي القوي، هو كان بيراقب من بعيد لبعيد. بدأ حضوره السياسي بلحظة مشهدية في عمر مصر، اللي هي لحظة اغتيال رأس الدولة أنور السادات 6 أكتوبر 1981. فرج فودة كتب بعد كده أنه هو مش قادر ينساه. يعني الحضور السياسي للإسلاميين ما كانش بهذه الخطورة، أو ما ظهرش بهذه الخطورة إلا في اللحظة دي، وأدرك أنه لازم يكون في مواجهة للإرهاب الفكري. بعد الحادث بيومين في 8 أكتوبر تشرين الأول، قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة، ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة كبيرة انتهت بالقبض عليهم، وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة،
وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً. بعد أن قامت الجماعة الإسلامية بأحداث أسيوط واغتيال الرئيس السادات، أصبحت خلاص انقطعت علاقتها تماماً بالسلطة، وجاء حسني مبارك، وكان عايش حسني مبارك لحظة الاغتيال. لم تكن هناك صدامات في هذا الوقت بين الجماعة الإسلامية وبين الحكم والرئيس مبارك، لكن كان هناك عداء خفي، كلاهما يعني يكره الآخر وكلاهما يتوتر من الآخر، ولكن الجماعة الإسلامية عزمت على الدعوة فقط دون حرب. حسني مبارك السياسيين اللي حواليه صوروا له أن هؤلاء ليس بينهم وبينك مشكلة، المشكلة كانت مع أنورستاد شخصية وكان مش أنت المقصود. ولهذا لما خرجت الجماعة الإسلامية من السجن سنة 84، وأنا قلت في كلامي إن هم خرجوا في بعضهم خد براءة وبعضهم خد أقل من 3 سنين أو 3 سنين في أقل وبعضهم خد أكتر، إنما الغالبية العظمى خدت يا براءة يا أقل من 3 سنين. وكانت تعليمات حسني مبارك في الوقت ده رئيس الجمهورية انهم يخرجوا من بيوتهم على من السجون على البيوت، والا يعني نمسوهم بشيء، والامن ملوش دعوه بيهم خالص. في الوقت ده بالذات في الثمانينات التيار الاسلامي والصحوه الاسلاميه عموما كانت عامله هيمنه اجتماعيه واسعه، وكان خطابها منتشر سواء في وسائل الاعلام الرسميه مش بالضروره عن طريق مؤسساتها السياسيه والتنظيميه بتاعه الحركه الاسلاميه، لكن من خلال حتى الخطاب الديني الرسمي وحضور في الجامعات ومزاج عام مايل ليها. فكان في اسباب كتيره تخلي التيار الاسلامي في الوقت ده الى جانب صعوده انه يبقى مهيمن وله قدره على الردع. خلال الفتره الرئاسيه الاولى من حكم مبارك والتي بدات عام 1981، كانت الحياة الحزبية في مصر ممثلة بثلاثة اتجاهات كبرى: حزب التجمع اليساري، الحزب الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر أكثر من 30 عاماً، والاتجاه الليبرالي الممثل في حزب الوفد الجديد. وكان من المتوقع لشخص يحمل أفكاراً ليبرالية آنذاك ويرغب في العمل السياسي مثل فرج فودة أن يختار الانضمام للوفد، وهو ما حدث بالفعل عام 1983. ترك تقريبا يعني العمل كمهندس زراعي أو كدكتور في الاقتصاد الزراعي، وارتبط بالأبحاث السياسية بشكل كبير جدا. في سنة 84 تحالف حزب الوفد مع جماعة الإخوان المسلمين، وده كان مصدر تمرد أو مصدر تذمر للدكتور فرج فودة، فبدأ يتمرد على الحزب وكتب كتاب اسمه الوفد والمستقبل. فهذا الكتاب في فصل عن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، وهاجم آنذاك الجماعات وبدت أفكار المستنيرة، وحتى حزب الوفد نفسه طرد فرج فودة. يعني حزب الوفد اللي هو بيمثل الليبرالية المعتدلة التي لا تصطدم مع مشاعر المسلمين، هذا الحزب رأى أن فرج فودة خطرا عليه وعلى سمعته وعلى نموذج ليبراليته، فطرده منه وأقصاه منه. وهذا يدل على أن فرج فودة حتى لم يكن مقبولا في الحقيقة إلا من قطاع ضيق كان يشاركه الحمق أيضا. فرج فودة منافس سياسي نشط، يعني هو كان بي 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 بينزل انتخابات البرلمان، بينافس بشكل واضح، بيمارس نفس النشاط الشعبوي، سواء عقد مؤتمرات عامة، الحديث مع الناس بشكل عام، في ضد الفكرة التي يبشر بها السادة الأعظم من الإسلام في هذا الوقت. اصطداماته الرئيسية كان غير معتادة، لأنه في الوقت دوت كمان كانت الدولة في مصر والخطاب الرسمي كان معتمد فكرة إثبات أنه أكثر إسلامية أو أكثر تدينا من التيار الديني نفسه، وبالتالي كان في منافسة داخل هذا الحقل.
وبالتالي خطاب علماني في حد ذاته كده ما كانش مقبول. كان ساعتها الميل الاساسي هو انك يبقى عندك خطابك الديني الرسمي اللي تقدر تناور بيه على الخطاب الديني بتاع التيار الاسلامي. بس المود العام كان فيه لا نكهه اسلاميه عاليه متصاعده جدا وفضلت شغاله طول الثمانينات وهيمنه اجتماعيا اكتر واكتر في التسعينات ثم تراجعت مع بدايه الالفيه. المشكله انهم الخصوم دكتور فرج فودة من الإسلاميين يعني والحق يقال جزء كبير من أطروحتهم كان أطروحة سطحية وملفقة. يعني المفهوم اللي كان يدعو ليه الإسلاميين على الحقيقة هو مفهوم الدولة القومية الحديثة المتصالحة مع الدين خلاص، ولكن هم يطلقون عليه الدولة الإسلامية وهو عكس أطروحتهم على الحقيقة. الإشكالية بدأت أن مفهوم الخلافة بشكل عام مفهوم الخلافة يتعارض بالأساس مع مفهوم الدولة القومية الحديثة التي ورثت من الاستعمار. فلابد أن المنادي بعودة الخلافة هو عدو تقليدي للدولة أي دولة. فالرجل أتى إلى أهم نقطة من نقاط الضعف لعدم التلاؤم في أطروحتهم وضغط بكل ما امتلك من أدوات، من سخرية، أدوات لغوية، أدوات تاريخية، وقائع، مطالبتهم بالجزئيات بما أنكم تريدون دولة إسلامية فأين تفاصيل الدولة الإسلامية؟ لو ذكروا تفاصيل فالمشكلة أول ما يذكروا تفاصيل على طول هتبان أن دي دولة قومية بس تم إسلامية جزء منها، فهيكون الإجابة بشكل صريح اللي هو إيه؟ وما الجديد؟ في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين وبينما كان فرج فودة يخوض معارك متتالية ضد التيار الإسلامي، كانت الجماعة الإسلامية قد بدأت فصلاً جديداً من المواجهات مع الشرطة المصرية، إذ تعرض بعض أفرادها لملاحقات أمنية متتالية وحاولت الجماعة اغتيال قيادات أمنية ما أدى إلى اشتعال فتيل العنف مجدداً. موجة العنف اللي كانت موجودة سمة من سمات الجماعات الإسلامية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان من أبرز أسبابها حالة الاضطهاد أو التعذيب التي تعرض لها شباب الجماعة وحالة التصفية الجسدية لرموز وقيادات هذه الجماعات. الحقيقة معظم العنف لو جينا للدقة الممارس من قبل الحركات الإسلامية كان هو ممارس ضد الدولة، وهذا يعني هذه الممارسة إما مباشر أو غير مباشر. الشكل المباشر باستهداف أفراد الشرطة، أفراد الجيش، رئيس الدولة نفسه، المنشآت وكذا. الغير مباشر هو إحداث عمليات شغب وفوضى عامة للتشكيك أو هز صورة الدولة إما أمام الرأي العالمي أو في الداخل. فوجئنا بقى الجماعة الإسلامية اللي إحنا بصدد الكلام عنها دلوقتي دي أبت لنا في 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 محاولة اغتيال زكي بدر وزير الداخلية عند كوبري الفردوس وفشلت، ثم اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب سنة 90. هما كانوا يقصدوا يغتالوا اساسا السيد محمد ابراهيم موسى الله يرحمه وزير الداخليه، وكانوا فاكرين ان ده هذا الموقف هو الموقف بتاعه، ولكن اللي اغتيل السيد رفعت المحجوب كان رئيس مجلس الشعب سنه 90. هؤلاء هم نفس المجموعه تقريبا بس مش بالاسم اللي هم بقى اغتالوا فرج فوده. كل استحل الاخر، يعني الامن قتل من الجماعه الاسلاميه 2000 واحد، معظمهم او 99% منهم قتلوا خارج اطار القانون. كان بعضهم يقبض عليه ثم بعد ذلك يقتل في الزراعات، بدأ التعذيب وتيرته تزداد حتى أصبح وجبة يوميا. ده أسلوب عمل النظام خطأ، إن هو ضيق عليا وقفل عليا خالص خالص، قفل عليا دعويا ومنبريا، قفل عليا كل الطرق وسدها. ففي الآخر أنا ما قدمش غير طريق واحد بس، ان انا الطش له في كل حاجه. اللي حركني انا ايه؟ القتل فرج فودة. ايه اللي حركني انا؟ ايه الداعي القتل فرج فودة؟ الداعي القتل فرج فودة، انا اقول لك ان في اثناء في هذا الوقت الذي كان يحارب فيه النظام الجماعات الاسلاميه واغلاق المنابر لها وقتل الدعويين الاعلاميين بتوعها، هو نفسه كان بيفتح المجال لفرج فودة ان ينشر كتبه. الهامش الحريه كان قليل في هذه الفتره، ما كانش فيه محطات تلفزيونيه مستقله، ما كانش فيه جرايد مستقله كتير. فرج بيتحرك في هامش قليل قوي من الحريه،
جورنال الأحرار فترة وبعدها قلبوا عليه وانضموا للتحالف الإسلامي مش عارف جورنال مجلة أكتوبر فترة وهي كانت مجلة محدود القراءة حتى في زمن أليس منصور كان برضو توزيعها محدود جدا فما كانش ممنوع فرصة كافية الحقيقة. ما كانش في علاقة خالص ما بين مقتل فرق فودة وبين قمع الإسلاميين الصراع كان مختلف. القمع الجماعة الإسلامية كان على خلفية حوادث اغتيال متبادلة وبالتالي هو كان فيه بالفعل ميراث عنفي يعني شغال وكان فيه ضربات أمنية بدأت تشتغل. عايز أقول إن الصراع كان شغال بالفعل ما كانش قتل فرق فودة هيفرق فيه قوي بل ما تمش استخدامه يعني ما تمش بلورة فرق فودة كشهيد ما تعملش كده. الجماعة الإسلامية ما كانش عندها مؤامرات سياسية ما كانش فيه خيارات يعني أنا حتى لما كان عندي الخيارات بتاعتي إن أنا أحافظ على منبري وأحافظ على دعوتي دي الأمن قفلها لي منعها لي خالص. فالأصل إيه اللي أنا إيه اللي بقى عندي ما بقاش بقى عندي أي خيارات غير خيارات اللي أنا أدور على أقرب عمل اللي هو يعني زي ما بيقولوا إيه أقرب للشرع بنسبة 100% ما فيش فصال هو ده اللي أعمله من باب النكاية في النظام. فرق فودة لم يكن له علاقة بالدولة ولم يكن علاقة بالإسلاميين وكان خطر على الاثنين كان خطر على الإسلاميين وكان خطر على الدولة ولم تثبت وما فيش تاريخ الرجل موجود وكتاباته موجودة الدولة لم تلمع فرق فودة بأي شكل من الأشكال. المفروض إن أنا أحارب الفكر بالفكر ده الأصل كده بس أنت لما تبقى أنت مضيق عليا إن أنا أقول وتبقى مديله هو حرية المساحة إن يتهكم ويخطئ شرعا كيفما شاء دي بتضطرين أنا إن أنا إيه أتعدى خطوات تاني. في معرض الكتاب الذي أقيم بمصر في يناير كانون الثاني من عام 1992 كان عنوان الموضوع الرئيس للمناقشات هو مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية وتحت هذا العنوان أقيمت مناظرة علنية قام بتمثيل الجانب العلماني فيها الدكتور فرج فودة وشاركه الدكتور محمد أحمد خلف الله بينما مثل الجانب الإسلامي كل من الشيخ محمد الغزالي والمستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة وهي المناظرة التي صرح فيها الدكتور فرج فودة برفضه للدولة الدينية أو الإسلامية ما أدى إلى صدمة بين كثير من الجمهور الذي حضرها ممن يغلب عليهم الميل للتيارات الإسلامية وأثارت وقتها ضجة كبرى. لا أحد يختلف على الإسلام لكن الحق يختلف على الإسلام لكن الحق يختلف على الإسلام وبين الإسلام والإسلام وكفر الإسلام الدين في أعلى فهي كيان يوز وكيان اتصال وكيان يلزم برنامج تفصيلي يحدد أسلوب الحكم. هي حصلت بمبادرة من المرحوم الدكتور سامي سرحان كلموا وكلمهم قال لهم لو كده نتناقش يعني دي تساؤلات عند الجمهور ونتكلم فكان هو والدكتور محمد احمد خلف الله وافتكر الهراب دائما خلي عبد الكريم باين او حد من دول ما جاش يعني كان الدكتور خلف الله اتكلم في الفقه وفي العقيده وبتاع واستاذ يعني كبير طبعا وكلم الدكتور فرج لكن الصراع الرئيسي كان طول الوقت بينهم وبين فرج والهجوم بتاعهم كان على فرج المنظر كان مرعب وبينزل بكارثه. المشكلة أن مناظرة فرج فودة في معرض الكتاب أنا أظنها يعني كان عمل نادم عليه أظن كثير جدا من الإسلاميين صور لشباب الإسلاميين أو قاعد الإسلاميين أنه يعني المناظرة التي سوف تنهي هذه الضجة المثارة من قبل العلمانيين حول الدولة الإسلامية وهي فرصة ذهبية. أنا كنت خرجت من السجن سنة 91 وسنة 92 حضرت المناظرة اللي كان هو موجود فيها في معرض الكتاب أنا سمعتها. المناظرة خدت جو استقطاب كأنها صراع بين الإسلام والعلمانية. أنت واخد لبال حضرتك إزاي كان العلمانية بمثلة زي ما قلت محمد أحمد خلف الله محمد أخي أحمد خلف الله برضو يعتبر يعني علماني متطرف وكذلك زي فرج فودة نفس المدرسة يعني نفس المدرسة اللي هي بتحاول إنها تدخل في مناطق ذات طابع شائك في مسألة تأويل أو تفسير الدين أو تفسير الإسلام.
لكن الجو العام ما كانش يقول لك ان ينتج ان في ناس هتروح تقتل فرج فودة مثلا. خطوه المناظره في حد ذاتها كانت غير معتاده وشجاعه جدا، لان كان في هذا الوقت ليس من السهل انك تحط راسك براس رموز كبيره من التيار الاسلامي، خصوصا لو كانوا زي ما بقول لك ازهريين وعلى علاقه قويه بجماعه الاخوان وعلى علاقه قويه بالدوله، يعني ليهم ايد في كذا حته. لا كان صعب جدا ساعتها. فعايز اقول ان الزمن ده ما كانش فيه نديه، الزمن ده كان فيه رضع من التيار الاسلامي طالما انك بتحاول تناقشه في منطقته. لكن اللي كان عايز يموته كان عايز يموته بدري. يعني هو الموقف من فرج فودة متاخد من اواخر الثمانينات، فكانت المناظره دي ممكن تكون ربما يعني هي الشراره او هي رفع الغطاء، بحكم ان هو اعتبر انه قارع حد ما ينفعش يقارعه. وبعدين اقيمت عليه الحجه، يعني فعلا انا لو عملت الكلام ده من غير ما تقام عليه الحجه يبقى انا مخطئ، مخطئ شرعا ولا يجوز لي ذلك، لان ممكن يتوب. لكن ده انت اصريت على فعلتك، العلماء قعدوا معاك جلسات طويله على الهواء واذيعت في معرض الكتاب، ورغم ذلك انت اصريت على ما انت عليه، فكده المساله اصبحت منتهيه. قبل مقتل فرج فودة بقليل كان الرجل يحاول تأسيس حزب يدعى حزب المستقبل، ووقتها شنت مجموعة علماء أزهريين تسمى ندوة علماء الأزهر هجوما كبيرا على هذا الحزب، وطالبت تلك المجموعة لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى المصري بعدم الترخيص له، بل وأصدرت بيانا يقضي بكفر فرج فودة نفسه قبل مقتله بأسابيع. يعني كتابنا كون أو لا نكون اتمنع من الأزهر، لأنه هو هاجم فيه شيخ الأزهر علي جاد الحق، لأنه شيخ جاد الحق اتهم العلمانيين بإباحة الزنا، بإباحة الخمور، بالشذوذ الجنسي. فهو كان رده عليه صارخ، قال له لا تعتقد أن كنا أن احنا احترمناك وتركناك في منصبك أن احنا سنتركك في منصبك طويلا، أنت تأخذ نقودك من الدولة المصرية، ومن يدفعون الضرائب في هذه الدولة هم من وضعوك في هذا المنصب. تجد أنه حتى يتجرع على الشيخ الأزهر ويطالب مثلا بجلد الشيخ جاد الحق، عليه جاد الحق. والشيخ جاد على فكرة كان من العلماء الأقوياء في الفقه، وكان فقيها لأنه كان قاضيا قبل ذلك، ولم يؤثر حتى على الشيخ جاد الحق أنه شتم إنسان أو أهان إنسان أو تعرض لإنسان، ولكن هو يتعرض له بكل صفاقة. هو كان كلامه على التيار الإسلامي السياسي، والمواجهة الأساسية ما كانت ويا للغرابة مع رجال الدين الرسميين الميالين للإسلام السياسي، باعتبارهم كان ليهم رجل في السلطة من المعاني كويس، رجل في الدولة ورجل جوه التيار الإسلامي. هو كان بالأساس داخل في جدل مع هؤلاء، باعتبارهم رمز لازدواج سلطة من نوع معين، سلطة جوه التيار الإسلامي ونصف سلطة أو على أطراف سلطة جوه الدولة. انتقاد فرج فودة اللاذع للشيخ الأزهر وللشيخ الشعراوي عليهم رحمة الله ولكتير من علماء الأزهر في هذا الزمان قد جعلت فرج فودة يخسر الأزهر في هذه المعركة التي كان من الممكن أن يأخذ فيها الأزهر إلى جانبه للوقوف ضد عنف هذه الجماعات في هذا التوقيت الصعب والحساس من تاريخ مصر. هو أصلا زي ما بقولك هو ليه أمور كثيرة جدا، وكان بيجهر بها وكان بيعلن عنها وكان بينشرها، ما غيره كتير جدا كان بيتبني نفس الفكرة من العلمانيين اللي موجودين في الدولة، بس ما حدش كان بيقولها جهرا نار. حتى لو كنت ده انت بتكون بتكنه في صدرك انا ماليش دعوه بيه، لكن لما تيجي تنشره على الملأ والدولة تعينك على ذلك ده امر بيستفز المشاعر. وان هو قال كده بالحرف الواحد، قال طالما ان في عرق ينبض لن اسمح باقامة الشريعة في مصر، طالما وسأحارب هذا الامر حتى ألفظ آخر أنفاسي. ده كلام فرج فودة نفسه. لم يستفز طارق سامي مقولات فرج فودة في حد ذاتها، اللي استفزه شجاعته، استعداده للمواجهة، عدم اكتراثه، سخريته، لأن دي كانت بتفكك عند طارق سامي فكرة الهيمنة والمرجلة الردع.
وقعت حادثة الاغتيال عام 1992 خلال فترة شهدت مصر فيها ذروة عمليات العنف المسلح التي كانت تقوم بها الجماعة الإسلامية. كانت قوائم الاغتيالات التي تضبطها قوات الأمن مع العناصر الإرهابية يتصدرها اسم فرج فودة. في المقابل سعت الحكومة إلى حمايته حيث خصصت لمرافقته جندي شرطة متقاعد، بينما كان فودة يصرح عبر مقالاته وكتبه أنه لن يتراجع عن أفكاره أبدا مهما كان الثمن. فعلا كانوا هم عايزين يقتلوا عند البيت، وتشاورنا في المسألة دي فقالوا لا، عند البيت فيه حراسة حاطين لفرج فودة. طبعا دي من ضمن الحاجات الاستفزازية جدا عشان يحموه ويحموا بيته، وكأني عادي بدل ما تمنع الكتب وتشيل الحراسة وما يبقاش فيه حراسة، لا ده انت خليته يطبع كتب وحطيت له حراسة من الدولة نفسها. الحراسة كانت من الدولة نفسها، كانت الحراسة ليل ونهار قدام البيت. فهم قرروا ان هم ما يضربوش عند البيت، لان التعامل مع الامن بسلاح واحد بس ما مش هينفع، فهيكون سلبياته اكتر من ايجاباته. فهم قرروا هم يتعاملوا معه عند المكتب بتاعه. بأقدار الله عز وجل فرج فودة كان في، كنا عاملين حسابنا ان احنا هنعملها بعد العيد، لان بدات الظروف او في الايام ايه يعني العيد كان خلاص فاضل عليه ايام بسيطه جدا، فقلنا نرجئها بعد العيد. فعرفنا ان هو هيسافر فرنسا، كان ساعتها مسافر فرنسا. فساعتها اخونا عبد الشافي واخونا اشرف خدوا قرار بان هم خلاص هيتوكلوا على الله وروحوها. فقلت له خلاص توكلوا على الله بقى، قلت له وانا هعدي لكم المكان، وطبعا الموتوسيكل والكلام دوت كله كان معهم، وخدت انا عديت المكان اللي هم يقعدوا فيه. وهو تحرك بناء على اخونا عبد الشافي واخونا اشرف. طبعا ما كانش، كان هم بيتدربوا بالذخيره، فما كانش فيه في البندقيه الا حوالي 17 طلقه بس. فطبعا ده كان غلط ان يروح يعمل عمليه طبعا ب 17 طلقه. فطبعا ان هو اصروا ان هم لازم يروحوا يعملوها، لازم يروحوا يعملوها. أمثال فرج فودة كانوا يحتاجون إلى الهداة ولم يكونوا يحتاجون إلى القضاء ليحكموا عليهم أو الرصاص ليقتلوهم، لأنه بذلك يعطي هذا قداسة ويحوله من شخص أحمق لا يدقق في العلم إلى شهيد للحرية يتغنى الناس بكلماته وما إلى ذلك. الطريق الإسلامي كان جاد، يعني كان بيهدد الناس وكان بينفذ، فهو كان في تهديدات بتيجي من الجماعة الإسلامية تحديدا، وهي الجماعة الإسلامية اختلطوا وجرت المرابطين بعد كده بتاعتهم اللي كانت بتطلع في كراتشي ولا في بشاور احتفت بدعوات، وصدر بعد كده كتب معرفش صدر من الجماعة ولا لا، بس من أطراف راديكالية جوه الحركة الإسلامية بتقول لي ماذا قتلنا الكلب، يعني الموضوع كان عادي كده. لا فهو كان حاطط الاحتمال ده، بس اصله كان هيعمل ايه؟ هو الراجل بيقول لك واخد خيار شجاع ودفع ثمنه، بس كان حاطط الاحتمال ده واحتمال تنفس. الله غالب ولا غالب على امر النظام نفسه هو اللي استغله طعم. عشان انا هو عارف ان احنا اتكلمنا على الموضوع دوت، وعارف ان العلماء اتكلمت عليه المفروض انت تمنع. لا هو ترك الحبل على الغارب لغايه ما هو جه وراح عمل ايه؟ راح احنا قتلناه، فهو خد وجهه شرعيه في القضاء عليا. عقدت المحكمة التي نظرت بقضية اغتيال فرج فودة 34 جلسة استمعت فيها إلى أقوال 30 شاهدا، وطلب المحامون شهادة الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر آنذاك، كما تطوع الشيخ محمد الغزالي للشهادة في المحكمة. أثارت شهادة الشيخ الغزالي جدلا واسعا لفترة طويلة، إذ أكد أن أقوال فرج فودة تحمل ردة عن الإسلام، وأن المرتد يجب قتله بيد الحاكم لا بيد العامة. بينما أعلن الدكتور مزروع أمام المحكمة صراحة أن فودة مرتد، بل أجاز لآحاد الأمة أي لأي فرد منها قتل المرتدين إذا لم يقم ولي الأمر بتنفيذ حد الردة. اعتبر العلمانيون المصريون أن شهادة الغزالي ومزروع بمثابة تحريض على القتل، بينما أكد المتهمون باغتيال فرج فودة أن شهادة الشيخين تكفيهم ولو وصل الأمر بعد ذلك
لإعدامهم. أظن أن هذا هو الرأي الحقيقي للشيخ محمد الغزالي. والشيخ محمد الغزالي كان مغتاظاً أشد الغيظ من فرج فودة لاستفزازاته الكثيرة وما إلى ذلك، وكان في نهاية عمره وكان يرى هجمات كثيرة على الإسلام وأراد أن ألا يعدم هؤلاء الإخوة. لكن أعتقد أن الشيخ الغزالي لو جاءه هؤلاء الشباب وقالوا له ما رأيك في قتل فرج فودة لنهاهم عن ذلك. يعني مثلا لو جه فعل مثلا الناس على ده استقرار في أفكار معينة وجه هدد استقرار المجتمع في طرح يعني في 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 القول أن هذه الأفكار خاطئة أو أنها خاصة لو كانت متصلة بالدين، برضو دي نوع من التهديد، يعني نوع من التهديد زي تهديد الاستقرار بالضبط. وبالتالي ممكن قياسا عليه أن زي اللي بيخرج على المجتمع أو بيخرج على الدولة ويهدد أمنها وكذا بيروحوا يمسكوه ويعملوا له قضية، كذلك نفس القصة في موضوع تهديد الاستقرار. لكن مين اللي بيقوم بالكلام ده؟ الحاكم، مش أشخاص المجتمع، وإلا الموضوع هتبقى إيه؟ هتبقى فوضى. إن كنت خالفت الحاكم فمش مشكلة، عندي الحاكم أخالفه كيفما أشاء، لأنه هو الحاكم ظالم، وعندي الحاكم أصلا حسن مبارك لأنه مبدل لأحكام الشريعة، فهو عندي غير مسلم. الحاكم بالذات أنا بتكلم على الحاكم، لأن الحاكم هو اللي في إيده أن يطبق الشرع أو لا يطبق الشرع. اللي قتله ده ليه تصرف من ذاته ولم يلجأ للقضاء ولا السلطان؟ لأنه القاضي والسلطان مش راضين يعملوا له حاجة. يعني هو شاف أن الحاكم لا يفعل ما يجب عليه، اتنين هو مش يعني مش معتبر الحاكم، يعني يا إما مش قانوني يا إما مش شرعي كده. كل هذه النخب كل هذه النخب قامت بهذه، يعني النخبة العسكرية في اغتيالها الأمين عثمان وعلى رأسهم أنور السادات اللي صار بعد ذلك رئيس جمهورية المملكة العربية، قاموا باغتيال الأمين عثمان، وهناك قضاء وهناك دولة وهناك ملك. أول حاجة نظرتهم لأن الحكومة غير فعالة أن ما قاله يستوجب الكفر الوطني، لأنه هو مقولة أمين عثمان الشهيرة جدا أن زواج مصر وبريطانيا زواج كاثوليكي لا طلاق فيه، فكرة أن هو يعني ينادي باستمرار الاستعمار وكذا، فقتل جراء لردته الوطنية. والله هو أصلا مقتل فرج فودة ما جاش بناء على قرار شخصي. الأصل أن احنا زي ما بنقول أن احنا بيحكمنا دين، وهو قال له قرار رسول الله. ده يمكن أنا لو جاني الكلام من قيادتي ممكن كنت أسمعه وأبقى عندي شيء من الزبزبة شوية، لكن لما تيجي الفتوى بكفر هذا الرجل وارتداده عن الإسلام من علماء الأزهر، ده كان أدعى أن الواحد كده يعني ربنا هيحاج يوم القيامة. هو ربنا عز وجل أنزل حد المرتد القتل. هذه الجماعات تدرس التراث بشكل مشوش، وأساتذتهم ليسوا من العلم والقدرة بحيث يوضحون لهم ما نقول، فتكون النتيجة هذا شاب متحمس ويقال له هذا إنسان مرتد، هذا خطر على الإسلام والمسلمين، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى أعنف ما في التراث مما كان الحكام يرجعون إليه ويتبناه ويعتبره فقها شرعيا. فلما يسمع فرج فودة يجادل عن العلمانية وبصوت عالي مرتفع وأمام شيوخ وعلماء لهم قيمتهم وقاماتهم، طبعا ما عنده حل إلا أنه اقتله، والقتل أريح من النقاش والجدال وكذا. وهكذا كان القتل مريحا لكلا الطرفين. استراح خصوم فرج فودة من لسانه وأفكاره بينما رحل الرجل عن هموم الدنيا بأسرها، وجاءت أحكام المحكمة لتسدل ستار النهاية على هذه القضية، فقضت بإعدام المتهم الأول عبد الشافي أحمد رمضان ونفذ فيه الحكم، وعاقبت بسجن المتهم محمد أبو العلا لدوره في توفير السلاح، وقامت بتبرئة باقي المتهمين. قتل فرج فودة أضر وأعطى مناخا سلبيا ضد الحركة الإسلامية، لكن علينا أن نستفيد من هذا، أن على أئمة الفكر العلماني ألا يتطرفوا،
حتى لا يؤدي ذلك إلى تطرف مضاد، وعلى أيضا الإسلاميين ألا يستخدموا الرصاص أو السلاح أو العنف ضد أي إنسان حتى يشذ عن الدين أو يتطرف في المقابل ضد الإسلام وضد المسلمين. هذا ما يمكن أن أقوله في هذا العمر. أنا لم أندم إن أنا كنت دخلت السجن ولا إن أنا عوقبت في فرج فودة، لأني أسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في الأمر في العمل يعني حتى يكون خالصا لوجهي، لأني ده حاجة أنا بتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني العملية دي الإنفاق اللي أنا أنفقته والسعي اللي أنا سعيته بتمنى أنه يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة.